ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى للناس اللي ما بتحبش ورزة الحشو او لاي صعوبة فيها، هنحشي الحروف بطريقة تحفة وسهلة جدا. في الاول كده وفي البداية طبعا احنا متفقين ان احنا بنعمل الحرفين، فالناس اللي عندها مشاكل احنا هنستخدم النهارده غرزة اسمها غرزة الفرع. هي يعني غرزة الفرع مش بس لورق الشجر او الحاجات دي، لا، الغرزة تحفة جدا في حشو الاسماء، وبقى تغنينا خالص عن موضوع ان احنا بنخاف من غرزة الحشو كده. تعمل ايه في غرزة الفرع؟ غرزة الفرع قريبة جدا وشبيهة جدا من غرزة الباك، باختلاف حاجة بسيطة جدا. غرزة الباك بنرجع للنقطة اللي احنا نهينا فيها، اما غرزة الفرع بنكون في نص الخيط الاولاني، يعني بناخد مسافة كمان بعد الجزء الاولاني. انا بفضل ان انا اعملها بالطريقة دي عشان بحسها بتكون اسهل بكتير، بتكون أسرع معايا وبتنجز أكتر. شايفين الغرزة بتكون فيها شوية رفع كده، بتكون بارزة شوية وكمان شكلها حلو جدا. عايزة أقولك مش بتاخد منك أي وقت ولا حتى خيط، يعني كمية الخيط اللي انتوا شايفينها دي هتكفي معايا. يعني أنا قصيت الخيط مرة، عملت منه حرف الباء اللي فوق دوت. بنلف الاول فيها على حرف الباء من فوق من كله، تمام؟ يعني الاوت لاين كله بنلف عليه. بعد كده ببدا ان انا احشي من جوه، وده بيسهل عليا ان انا ما احسش ان انا يعني ايه الغرزه مش مظبوطه معايا، بيحددها لي بمعنى اصح. اي فراغات بتلاقيها بعد كده انت طبعا بتبقى سهل عليك ان انت تحشيها، بس امشي بالاول خالص كده واحده واحده مع الغرزه، هتلاقي نفسك في ثانيه خلصتيها وبجد بتدي شكل حلو جدا، وكانك متعوب عليها جامد، يعني الغرز نظيفه زي ما بيقولوا. النقطه هطرزها في الحرف اللي تحت، شكلها اهوت، وبجد بتبقى حلوة قوي. هنطرزها تاني بلون مختلف علشان اللي ما شافش او اللي مش واضحة قوي بالنسبة له في اللون دوت. شايفين انا باخد من الحتة اللي ورا، يعني برجع لورا كده شوية، مش زي الباك برجع في النقطة اللي انا نهيت فيها. طبعا هناخد ان شاء الله في فيديو تاني الفرق ما بينها وما بين غرزة الباك. زي ما قلت لك امشي بس على الخيط، على الكتابة اللي بره، الخط اللي بره اللي محدد الكلمة، هتلاقي نفسك نجزتي حاجة كبيرة، وكمان مشيتي بيها بطريقة مرتبة عشان ما تبصش منك او تطلع شكلها مش مظبوط. حاولي انك ما تصغريش قوي في الغرزة وما تكبرهاش اوفر، يعني ما تخليهاش لا كده ولا كده، اظبطي. حاولي انك تكون الغرزة متوسطة بحيث ان انتي تخلصيها في وقت اقل، وكمان ما تبقاش يعني كبيرة قوي فتبقى مفرقة. طيب هنا مثلا في موضوع الفراغات، شايفين الجزء ده تحس كده ان في فراغ هنا كده مش مظبوط. بعد ما بتخلصي في العموم بتاخدي الابرة بقى كده وتمشي تشوفي الحتة اللي فيها فراغ وتبدأي ان انتي تمليه من تاني، مش بنفس الغرزة طبعا، يعني بتاخدي خطوط كده بس رايح جاي، ان هي ايه لو في فراغ او حاجة يكتمل مع الشكل. طبعا ما بيبقاش ظاهر خالص ولا بيبان اصلا ان هو بره الغرزة ده او معمول لوحده، بيندمج معاها بسرعة، ان هي اصلا بتبقى حاجات بسيطة جدا اللي بتتعمل معاها. يعني شايفين اهي اتقفلت خالص، وهبدأ بقى ان انا اعمل حرف الباء، حرف النقطة بتاعت الباء. النقطة دي حجمها صغير فانت مش هتحددي من بره، انت ليكي حريه الاختيار انك تحددي من بره، بس انا ما اشتغلتش عليها من بره، انا اشتغلتها زي غرزه ايه الطول اند شورت، اللي هي واحده خط او غرزه طويله وبعدها غرزه قصيره، غرزه طويله وبعدها غرزه قصيره، بتطلع شبيهه قوي لغرزه الفرع. احنا كده يعتبر عملنا حرف الألف وحرف الباء،
التاء والثاء مش هنعملهم يا جماعة عشان هما يعتبروا نفس حرف الباء بالظبط. وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل حرف الجيم. واقترح عليا غرزة كده تكون كويسة ان احنا نعمل بيها. يا جماعة التصوير ظالمها كتير بجد بجد، شكلها الحقيقة حلو جدا، أحلى من كده بكتير كمان، باين إن هي متعوب عليها كده وفيها شغل وشيك قوي. فانتي ما تشيليش هم موضوع غرز الحشو ده، أكيد في غرز تانية، وفي الفيديوهات اللي جاية هوريكي غرز أكتر. فما تنسيش تدعميني بالشير واللايك.